المباراه بين تطوان وبين طنجه ديما كانت وديربي الشمال ديما كتمتاز بالنديه، وكل فريق كيبغي يفرض راسه وكل فريق كيبغي يربح ثلاثه ديال النقاط. اليوم كما شاف الجميع فالفريقين بجوج كانوا عازمين على باش ياخذوا ثلاثه ديال النقاط. حنا الشوط الاول جينا المباراه في اتجاه اللي بغينا، خلقنا جوج او ثلاثه ديال الفرص. سانحة الجيل مع كامل الاسف ما عرفناش، او اللمسه الاخيره غابت. المباراه مشات في الاتجاه اللي بغينا بعد ما تطرد سعود، ولكن مع كامل الاسف ذاك الطرد تاعو ما طورش بحكم تاع حنا طرد لينا اللاعب ايوب اللي كيلعب في لاك سنترال. الفريق ديال تطوان وصل مره الشباك تاعنا كيسجل هدف السبق بخطا في السو او خطا في التمركز. على العموم فتنظن بان اتحاد طنجه قدم مباراه كبيره رغم الحراره اللي كاينه، رغم الظروف اللي عشناها طيله اسبوع اللي كنعرفوا الظروف تاعي اللي ماشي اللي كيعلم الجميع. على العموم فلا غادي ناخذ في هذه المباراة فغناخذ الأداء ديال اتحاد طنجة في هذه المباراة وكيفاش كانوا اللاعبين واجدين بالشكل اللي أنا اللي باغي. إلا جينا نقارنوها مع المباراة ديال السوال اللي كانت كارثية في جميع الأحوال وكانت مباراة للنسيان. لهذا فكنهني الفريق ديال تطوان على الانتصار تاعو، وتنظن الفريق ديال طنجة كان على الأقل كيستحق التعادل. لا ما كنظنش، فأنا تنظن بأن الإصابة اللي جات أطرى اللي جات ضد مصر اللاعب هي اللي شويه اثرات، ورغم ذلك ما بانش بان اتحاد طنجه نزل يديه ولا الفريق ديال تطوان كان احسن منا في الشوط الثاني. بالعكس حنا خلقنا فرص في الشوط الثاني، وكان الفريق ديال تطوان كيعتمد على الاخطاء تاعنا او الحملات المضاده. رغم ذلك ما وصلش للشيفك تاعنا ملي سجل الاصابه تاعو الاولى. احنا ضيعنا اهداف وضيعنا دي كونتر اتاك اللي كانوا في المتناول. لهذا بالنسبه لي ما يمكن لي انا الا نحيي اللاعبين تاع المجهود اللي داروا، وكنعرفوا بان مازال تابعنا اعمال، مازال تابعنا امور اخرى اللي كيخصنا نشتغلوا عليها. اولا اعراب لا بريباراسيون كامله هو كيلعب في التمركز، لان كنا مازال ما كانش عندنا ايوب واجد، ما كانش عدنان سويس مكلفي، وقت كنلعبوا في ذاك التموقع في ذاك المكان. ملي ولا ايوب واجد انا رجعت اعرب المكان تاعو، وايوب كيلعب في لاكس. ملي وقع هذا المشكل ديالهم وتطرد ايوب بغيت ندير شونجمون من الداخل، واعرب قاد بها ماشي اول مره كيلعبها، ولكن الاخطاء كتقد توقع ماشي غير اعراب اي واحد يدير خطا بداك الشكل.